خلونا نروح على ايه بقى، واحنا لازلنا بنتكلم على المسألة بتاعت الانبعاثات الخضراء، الحفاظ على البيئة، الحفاظ على كوكب نظيف قدر الامكان. بالمناسبة عايزين نشجع الناس على استخدام وسائل نقل صديقة البيئة. طيب يعني ايه وسائل نقل صديقة البيئة؟ يعني وسائل نقل بتستخدم وقود لا يلوث البيئة. فبنبدأ الأول من الأقل تلوثا في كل أنواع الوقود الأحفوري زي الغاز الطبيعي، ذهابا إلى أن أنت يبقى في عندك وسائل نقل بتستخدم الكهرباء أو البطاريات الكهربائية. نفسنا ناس قدر الإمكان تستخدم هذه الوسائل. وبالمناسبة أنا مش بقول لك ده اللي هو إيه، حضرتك روح اشتري عربية كهرباء عشان أنا عارف هيبقى الرد، أنت عارف العربية الكهرباء بكام؟ يا مولانا تقفش ليه؟ واحدة واحدة أصبحنا بنوفر وسائل نقل جماعي، أتوبيسات، حافلات، شوف أنت بتحب تسميها إيه، بالكهرباء، بالغاز، قطر كهرباء، مونوريل بالكهرباء، حاجات من هذا النوع. وإذا كنت سيادتك عايز تستخدم وسيلة نقل خاصة فإحنا نشجعك. عندنا رحالة رائع الحقيقة، عمل رحلة استثنائية من اسكندرية لسيوة. طب هي بالكهرباء؟ لا، بالعجلة. كابتن محمد محمود أبو عجيزة الشهير بكابتن محمد المصري. ازيك يا كابتن؟ يا أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، أهلا بحضرتك. ازاي الصحة؟ تحب نقول كابتن محمد أبو عجيزة ولا كابتن محمد المصري؟ طبعا الاثنين شرف كبير ليا، أي حاجة بتزيد يعني. كابتن محمد أبو عجيزة المصري، نبقى عملنا دمج. احكي لي على رحلتك من اسكندرية لسيوة بالعجلة، ودي حكاية صعبة قوي أظن، قوي يعني، مجهدة كمان. هو الحمد لله يعني ربنا موفقنا لحد الآن، تمام؟ الحمد لله وشكرا لله. لا، الخط قطع. أنا عارف إنه المشكلة مش عندنا والمشكلة مش عند كابتن محمد، المشكلة في الشبكة اللي فصلت فجأة. بس خد بالك، شوف انت كده ايه لما حد والله لازم، انا طول عمري بانظر باعجاب شديد جدا للناس اللي بتقوم بالنوع ده من الرحلات. يعني يقول لك ايه، فلان خد الرحله كلها بالعجله، فلان خد الرحله كلها مشي. اقعد افكر هو الناس دي عندها هذا الصبر والجلد منين؟ يعني ده الواحد لما ده مش ماشي ولا راكب عجلة، انت لما بتبقى قاعد في العربية وحد من اصدقائك ولا زمايلك هو اللي سايق والمشوار طول شوية بتزهق او تشعر بالملل، فما بالك باللي بيقطع مشاوير بمئات الكيلومترات وهو على عجلة او وهو ماشي مثلا. ايه ده؟ طيب احنا معانا كابتن محمد ابو عجيزة المصري مرة تانية. معاك يا كابتن محمد. وللاسف الشبكه بتقطع لان احنا على طريق سيوة، فطريق سيوة ما عليهوش شبكه، فكويس ان احنا بنقدر نتواصل مع حضرتك. ماشي، مية مية باذن الله توصل سيوة بالسلامه وترجع على اسكندريه برضو بالسلامه. قول لي بقى ايه حكايه الرحله دي؟ هي الرحله ديت طبعا احنا معانا فيها حد من ذوي الاحتياجات الخاصه، تمام، ومعايا كمان حد في الطريق، الكابتن ايهاب جلال، لان ده اللي بيوثق لنا الرحله كلها. حلو. حد من ذوي الاحتياجات الخاصة ازاي؟ الكابتن ابراهيم هو كفيف، وعشان نوضح للناس اكتر، عشان هما بينتقدوا طب ازاي كفيف، ازاي هيستمتع الكلام ده كله. الكابتن ابراهيم بيشوف من 80 لمتر، تمام، من 80 سنتي المتر. ودي مشكلة اكبر واصعب شوية. ليه؟ الكفيف طبعا بيكون ان هو خلاص عارف، مش شايف الدنيا، مش شايف الحاجه، فده عنده معلومات، بيشوف صور من على الموبايل، فحابب يشوف الدنيا اكتر، تمام. هو كمان من هواه ركوب الدراجه، بالاضافه ان هو بيلعب تراسيون، بيلعب جري وسباحه وعجل. كابتن ابراهيم من المتابعين ليا من اكتر من 4 سنين، وبشوف طبعا الاماكن اللي انا بروحها والكلام ده كلته،
طب الناس هتقول ان هو بيشوف ازاي؟ هو بيشوف الموبايل طبعا. لو احنا شفنا في المترو بتلاقي ناس بتقرب الموبايل من عينها قوي علشان تتعامل فيها، فان هم بيقدروا ان هو يتواصلوا للمعلومات من على الموبايل. تمام؟ اه. فكلمني قال لي ان انا عملت عجله دريفت. العجله دريفت دي بتكون زي ما هي معروضه قدام حضرتك على التلفزيون كده على الشاشه، بتكون مزدوجه باتنين كرسي. كرسي امامي ببدال وكرسي خلفي ببدال، يعني اتنين عجله في عجله واحده. حلو. والصوره المعروضه ديت هو كان قابلني في العالمين الجديده علشان يتصور معايا. تمام؟ قلت له خلاص احنا قدامنا رحلتين هنشتغل عليهم، يا اما سيوة يا اما حلايب وشلاتين، وشوف الرحله تناسب معاك ايه. تمام؟ هو طالب جامعي طبعا وعنده دراسه، فقال ان خلاص هتكون سيوة، اديني خطه سيوة هتكون ايه. حلو. هو موجود جنبي عامه، وان شاء الله يعني اخليه يكلم حضرتك. ارجوك. طبعا طبعا. طب قول لي، هو انتوا كنتوا لو هتروحوا حلايب وشلاتين كنتوا هتتحركوا منين؟ كنا هنتحرك من الغربيه. يا دين النبي، يديكوا الصحه. ربنا يبارك في عمرك يا فندم. لا ده كان هيبقى مشوار مذهل. ده كام؟ 700 كيلو تقريبا؟ لا، حلايب وشلاتين من الغربيه بالضبط على الجي بي اس، لان في محطات بناخدها كده. 1200 كيلو بالضبط. كنتوا عايزين تسوقوا بالعجله 1200 كيلو؟ الحمد لله، هو ربنا مقدرني ومقدر الكابتن ابراهيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الاول انا ممكن ادي لحضرتك كابتن ابراهيم، هو هيحكي لك عن تفاصيل الرحله كده في عجاله. يلا بينا. تمام؟ يلا مع حضرتك بينا. كابتن ابراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا كابتن ابراهيم يا جامد. هو تفاصيل الرحله، احنا خدنا رحله من اسكندريه المطروح في 3 ايام. طبعا كان الهواء مش مساعدنا، بس الحمد لله قدرنا نوصل مطروح. النهارده الحمد لله قدرنا نخلص 100 كيلو من 300 كيلو لسيوه. ان شاء الله بكره ان شاء الله كده نوصل سيوه ان شاء الله. احنا يعتبر كده في منتصف الطريق بين مطروح وسيوه. انتوا في نص الطريق. طبعا احنا تفاصيل الرحله، طبعا عدينا على العلمين، على الدبعه، مطروح، الاماكن دي. وبعدين خط الطريق بقى بتتجه جنوبا نحو ناحيه سيوه. صح كده. حلو قوي. الدنيا الجو عامل معاكوا ايه؟ برد، حر، معقول؟ لا، هو الجو مش الحمد لله، بس المشكله الهواء بيبقى وش، فده بيبقى عامل مشكله في التبديل، اللي احنا بيبقى عاملين مقاومه. بالاضافه للوزن احنا شايلينه، فده بيبقى بيصعب من الطريق نفسه. بتبقوا شايلين معاكوا ايه يا كابتن ابراهيم؟ يعني هدوم، خيامنا، اكل، ميه، صيانات للعجله، بس كده. بس كده، ده كده كتير، ربنا يديكوا الصحه. توصلوا سيوه بالسلامه. هتقعدوا في سيوه قد ايه؟ يعني ان شاء الله من 3 لـ4 ايام ان شاء الله. باذن الله. وبعدين ترد تاني على اسكندريه ان شاء الله. باذن الله باذن الله. تروحوا سيوه تستمتعوا باذن الله، وترجعوا لنا بالف سلامه على اسكندريه مره تانية. اشكرك جدا 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 يا كابتن ابراهيم، ربنا يقويكوا. كابتن محمد. الو. ايوه يا كابتن محمد. ايه مع الباشا، الله يخليك. هتقعدوا لكم 3 4 ايام في سيوه؟ ان شاء الله باذن الله. عندكم برنامج للزياره بتاعت سيوه ولا ايه؟ والله احنا عندنا برنامج يعني كبير قوي، يعني محتاج اكتر من اسبوع. تمام؟ ولكن احنا طبعا انا ملتزم بالوقت عشان ابراهيم عنده امتحانات ودراسه. طبعا بالظبط. وبخلاف ان احنا عايزين نرجع بقى لاسرتنا ولشغلنا، لان عايز برضك اوجه من خلال حضرتك رساله مهمه جدا للناس اللي بتنتقدنا. قول. اول حاجه احنا يعني الناس متخيله ان احنا فاضيين. الفكره احنا مش فاضيين. احنا انا كمحمد المصري، انا نجار موبيليا. تمام؟ الله. وعندي شغل اضافي بعد الموبيليا كمان، محلي خاص كده لقطع الدرجات والكلام ده كله. فاحنا بنوصل رساله اساسا، عندنا اكتر من هدف واكتر من رساله. انا بلف في مصر من 2014.
بكتب سلسله كتب اسمها الرحاله لمصر، بتتكلم عن تكنيك العجل في حياتنا وعن عادات وتقاليد الاماكن اللي احنا بنروحها. حلو. بنوصل رساله للعالم بان طرق مصر تتمتع بالامن والامان عبر الطرق الصحراويه والزراعيه، لان احنا بنمشي انت بتفرج العالم على مصر وعلى طرقها وعلى حياتها وعلى مدنها وواحتها وقراها، يعني ما فيش اي مشكله في الاطلاق، فين الازمه يعني؟ بالضبط، ما هي الناس بقى مش مدركه ده. حتى احنا عندنا الرئيس بيشجع الشباب وبيشجع الناس عن الرياضه. صحيح صحيح. لان انا الحمد لله كان ليا الفخر والشرف ان انا اكون من سفراء شباب مصر في مؤتمر المناخ. يا بختك يا سيدي، يا بختك يا سيدي، كل التوفيق، وتروحوا سيوة بإذن الله بألف سلامة، توصلوا لنا بألف سلامة وتستمتعوا بسيوة، وأنا أشجع ناس كتير إنها تعمل زيك ويبقى لك زي فريق كبير يبدأ هو كمان، يبقى مثلا كابتن محمد العجيزي طلع على سيوة، وفي ناس تانية من أصدقائه وزملائه طالعين على حلايب وشلاتين وهكذا، يعني اشجعكم جدا على ذلك. هو الناس قاعده فاضيه برضه على السوشيال ميديا، والله العظيم اشكرك جدا يا كابتن محمد، كل الشكر كابتن محمد محمود ابو عجيزه شهير بمحمد المصري، وكابتن ابراهيم مسافر معاه وصولا الى سيوه باذن الله.